إحنا الأصل يا باشا. يعني ناهد هاي سمكة صغيرة دفشة واحدة وبتروح، وأبو فهد ما بيجيبه غيري. صح. شفنا اللي عملتيه بأبو راشد. أفهم من هيك إنك مستغني يعني؟ لا، بس أنت اللي تركتينا ومشيتي ورا ولد تافه، ولهلا مش قادر تجيبي آخرته. ليش أنت ما عرفت إنه سيف رجع عمان؟ إيش؟ هذا ولد يضحكها بيخرب بيتنا. يعني إذا وقع العقد بسرعة وبشرط جزاء كبير، ما حدا رح يطلع بإيده إشي. صح يا أمل، صح. وأنا شو بدي أعمل له؟ أنت مش شايف البنت اللي جايبها معه؟ إيه مش مخلتني أعرف أحكي؟ ناهد، ما تخلي عصبيتي تطلع عليك. شوي شوي على البنت يا مراد، بعدها جديدة. أهلاً، خير؟ عندي موعد مع أبو فهد وكنت مع الباشا، أعطاني وراء الملف كله. إيه لا حبيبتي، أبو فهد تبعي أنا. الباشا بأمور. لو سمحتي بتاخدي مدام شمس بتفرجيها على البلد، عشان أنا ومراد عندنا شغل. أوكي. ما سمعتي؟ حاضر. ألو؟ هلا والله، خير الحمد لله. صج؟ إيه ليش لا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. يلا باي. الحلوة منو تكلم؟ أكلم ناهد. وش تبغي؟ والله عاد أنا ضيفة عندها وياي تسأل عني. حبيبي بقول لك بصراحة أنا محتاجة فلوس، بروح السوق مليت وأنا قاعدة بين هالأربع طواف. مليتي ها؟ أما أنتو الحريم سالفة. حلو، واحد ما يقدر يدلع حرمته شوي إلا لازم يدفع فلوس. على العموم حبيبتي الفلوس عندك داخل، أخذي اللي تحتاجينها. شكرا حبيبي. حبيبتي يلا مع السلامة. شو شكلك انت وناهد متزعلين؟ هذا شغلي وما بحب حدا يقرب على منطقتي. بيعجبني دماغك. انجي؟ مراد بدي احكي معك ضروري. انت شو جابك لهون؟ انت اللي جابني. عم قلك بدي احكي معك. وبعدين معك يا انجي، انا هاي التصرفات ما بحبها وانت عارفه هذا الحكي. ما بصير يا انجي، ما بصير. هاي اخرتها يا مراد. يا اخي حس فيني، حس فيني، انا مرتك ولا نسيت؟ مرتي؟ مرت مين يا حبيبتي؟ الوراء اللي كتبناها بيني وبينك كانت بساعة صفا، بح انحرقت بساعتها. انا ما في بيني وبينك شيء. احسن لك شوفي لك دكتور يخلصك من المصيبة اللي انت فيها. مستحيل، انا ما بقدر اعمل هيك، مستحيل انزله. مش على كيفك، بدك تنزليه وغصب عنك. كلمة زيادة في هالموضوع ما بدي اسمع، فهمتي؟ ورجيني عرض كتافك. يلا يا بابا، يلا يا بابا. بسيطة يا مراد، بسيطة. انت لسه بتفكري فيه ولحقيته لهون؟
مراد تغير علي يا أمل، تغير علي كتير. انت مجنونة؟ اللي زي مراد ما بفكر غير بحاله، ولا انت نسيتي شو بنشتغل؟ أنا حامل. انت ليش هيك بتعملي بحالك؟ ليش هو بإيدي؟ مش بإيدي يا أمل. طيب انت ارجع على البترا وأنا بس أنزل نقعد هناك وبنحكي. أيوة يا بيك، أنا منتظريتك وقبل الموعد كمان. سلام. شو في هاد ما أحلى؟ أتشوفها؟ اي والله صراحة لونه وايد حلو. هذا بعد باخذه. واضح انه برهامي بيك بيعزه كتير لأبو فهد، وإلا ما كان شاركه بهذا المشروع الضخم. طبعا حبيبتي، اصلا شركتنا ما تشارك الا بالمشاريع الكبيرة. يعني أبو فهد عاجبه هذا المشروع؟ طبعا، على ليش جايين اصلا؟ وينك؟ خلصي منها وتعالي. اوكي حاضر، باي. وهاي كمان ان شاء الله. الف مبروك يا حاج، وان شاء الله دائما موفقين. الله يبارك في عمرك. بصراحة برهامي محظوظ بسكرتيرة مثلك، ما شاء الله عليك، بسرعة ما خلصت الشغل. هذا بس من ذوقك. الله يسلمك. طيب بالإذن. بالسلام. شو مالها هاي؟ ما احنا حكينا من الأول مش سكرتيرته وبس. انتي شو سويتي؟ عيب عليكي، اكيد وقع. صحيح، مراد رن علي عشان بده ايانا نرجع على البتره، وانا لحقتكم. مو بعيب انك تفشليني قدام الناس؟ لا والله، قاعد مع وحده غريبه قدام كل الناس وتبيني اطالعك واصفق لك؟ هذه سكرتيره الشركه جايبت لي عقود المشروع عشان اوقعها. ما تقولي لي ايش فيك انت؟ ليش فيك؟ ولا يكون كل يوم بتجيب لي وحده وبتقول لي سكرتيرة الشركه؟ شمس، انا علشان خاطرك ما رحت اشوف اختي ولا حتى كلمتها. قلت علشان افضالك واعطيك كل وقتي، لكن مع الاسف هذا ما بين في وجهك ولا قدرتيه. لكن يكون في علمك من باكر الصبح تسوين حسابك نرجع البلاد. احسن. هاي خليها علي. تمام، أنا بعد إذنك بدي أنزل على فرع البترا، أنت عارف الرزقة هناك حلوة. هاي أمل اللي بعرفها. يلا وصلي بالسلامة. سلام. سلام.
ولك ايش بدك مني؟ ايش بدك مني؟ انجي 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 ايش في؟ ماما انجي انجي ساعديني ساعديني نحملها. لا تتركيني لحالي أمل، خليكي معه. ماشي.